هل الفصل بين الطواف والسعي زمن محدود؟ ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود، فالموالاة ليست بشرط، لكن لا شك أن الأفضل أنه إذا طاف يسعى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والى بين سعيه وطوافه، ولكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا، لأن المولاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست بواجبة.